امتحانات الثانويه العامه الحمد لله خلصت بحلوها ومرها ودلوقتي اكيد كل طالب ولي امر ما عندهمش اي كلام غير النتيجه المفروض ان هي هتظهر خلال ايام قليله ان شاء الله والحقيقه ان الفتره دي هي واحده من اصعب الفترات اللي ممكن تعدي على اي شخص في الحياه سواء على الطالب او حتى على الام او الاب لانها فتره بيكون الطالب كده قاعد مستني انتظار تعبه طول السنه وانتظار النتيجه من اصعب اللحظات اللي ممكن تعدي على اي واحد والمشاعر دي مشاعر الخوف والقلق والتوتر في لحظه انتظار النتيجه هي حاجه وارده وحاجه طبيعيه ووارد ان احنا نحس بيها لانه التعب اللي تعبناه اكيد عايزين نشوف في الاخر نتيجته كانت ايه لكن مش طبيعي ان احنا نحول الفتره دي لكابوس نعيش فيه احنا وبقيه اسرتنا كلها على الرغم من ان نتيجه الثانويه العامه شيء مهم طبعا جدا جدا وشيء بيحدد كمان المستقبل كله في اللي جاي، لكن الاهم منه ان احنا نطلع بصحه نفسيه صحيه وصحه نفسيه سليمه. عشان كده من الضروري جدا ان احنا نكون عارفين ازاي نتعامل في المرحله دي اللي هي فتره انتظار النتيجه. لازم كمان نكون عارفين ازاي ممكن نديرها بشكل صحيح وسليم. ممكن اه نقلق وممكن اه نخاف، لكن ما نخليش القلق ده يتحكم فينا. ما نخليش الخوف ده هو اللي يتحكم فينا، لازم نحاول دايما بقدر الامكان ان احنا نسيطر على خوفنا وعلى قلقنا وعلى توترنا وما نخليهمش هم اللي يسيطروا علينا وعلى تصرفاتنا. الثانويه العامه خلصت ومش باقي منها غير خطوه واحده بس، خطوه احنا اصلا خدناها قبل كده مئة خطوه. تعبنا وذاكرنا واجتهدنا وعملنا اللي علينا وعشان نوصل بقى للمرحله اللي احنا فيها دي دلوقتي اللي هي من اهم الفترات ومن اهم المراحل في الحياه لازم نتعلم ان احنا نستقبل نتيجه الثانويه العامه بطريقه صحيه وسليمه، لازم نتعلم ان احنا نستقبل نتيجه الثانويه العامه برضا ولان احنا خلاص ذاكرنا عملنا اللي علينا ولازم نسيب الباقي على ربنا وبالتوفيق ان شاء الله لكل الطلاب.